السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، رسالة إلى إخواني في الله، إلى ضباط أمن الدولة، والله ثم والله ثم والله لو كانت كاميليا أختك من بني أمي من أمي أو أبيك، والله ثم والله لكنا واقفون معك. لكنا واقفون معك، والله ثم والله لكنا واقفون معك، والله ما وقفنا وقفاتنا إلا نصرة لأخواتنا، لا نصرة لأنفسنا، لا نريد الكرسي، والله لا نريد الكرسي، ولا نريد سياسة، ولا نريد فتنة، ولكن نريد وحدك، والله تريد وحدك، كاميليا وحدك، مريات وحدك، ستسأل عنها أمام الله عز وجل، فبالله عليك، بالله عليك أخي بالله، أخي بالله، ضابط أمن الدولة، ماذا يا مصري؟ ماذا تقول أمام الله عز وجل وأنت مسرور أمامه؟ ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ والله إنها الحفرة ضيقة، مت في مت، والله إنها القبر قبر ضيق ينزل فيه جميع الناس، والله والله بعد وقتنا كم يشهد على أحد الذي على إحدى الذي بل هو في مديرية الأمن، والله بعد 3 أيام ما يتفريع، والله هذا حدث أمام الجميع، فماذا أنت تقول لله عز وجل؟ لله عز وجل. مش هنسيبهم.
أنه إن مات لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين وتبين منه زوجته ولا يرثه أبناؤه وإن مات أبوه فلا يرث منه. تلك الكلمة أردنا أن نذكركم بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تكبير الله تكبير الله هل يدل هذا على تسلط الكنيسة وقوتها؟